زمن فنان غني معك وبنغني وبنحد الزمن الوداع. يسعد مساكم مشاهدي الاعزاء وين ما كنتم بتتابعونا عبر شاشه قناه النيل الازرق ومستمعينا الافاضل عبر الموجه 91 اف ام، وايضا لكل اللي بيتابعوا قناه النيل الازرق عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي. في هذه السهره مشاهدي الاعزاء هي سهره خاصه جدا، نتحدث عن احد قامات بلادي المميزين جدا من كل النواحي الفنيه. نتحدث عن هرم من أهرام الغناء السوداني، ونحن في صدد ذكرى 24 لرحيلي اللي بتوافق 17 يناير. 17 يناير تزامنت مع الذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة، وأيضا في هذا التاريخ تحديدا 17 يناير استشهد عدد من شهداء ثورة ديسمبر عليهم الرحمة والمغفرة. في هذه السهرة نتحدث عن مصطفى السيد أحمد، مصطفى السيد أحمد أو مصطفانا كما يطلق عليه كل محبيه وكل الشعب السوداني. مصطفى السيد أحمد الفنان الشاعر التشكيلي الديزاينر والكاتب والقاص، ومصطفى السيد أحمد عبارة عن مشروع فني متكامل. يسعدني جدا وبكل سعادة أرحب بضيوفي داخل الاستوديو في هذه الأمسية، الأستاذة أمال النور. مساء الخير والحمد لله على السلامة. مساء النور تاج، أهلا وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله سعيدة، طالما السودان بخير وكلكم بخير الحمد لله على السلامة. وأيضا كمان يمتد ترحاب بأستاذ يحيى فضل الله، وأقول لك الحمد لله على السلامة ومنورنا كمان. مرحب بك ومرحب بكل المشاهدات والمشاهدين اللي بيشوفونا حسا، إن شاء الله يعني نقضي معاهم وقت ممتع إن شاء الله. أستاذ سعد كيف حالك؟ تمام؟ أنا كويس والله، تحياتي لك ولكل نثنية الأزرق وكل المشاهدين عبر الأثير إن شاء الله. التحية لك، ويمتد الترحاب للفنان مجاهد محمد أحمد. مجاهد مساء الخير عليك. مساء النور عليك ومرحب بك ومرحب بقناة النيل الأزرق وكل المشاهدين. الله يخليك. طبعا بداية نحن لو جينا نتكلم عن مصطفى السيد أحمد، يعني على ما أعتقد أنه هنحتاج لموسم كامل من الحلقات عشان نقدر نكون فيه مصطفى السيد أحمد، ولكن بداية يعني أستاذ يحيى إذا سمحت لي أنه نحن نتكلم عن تجربة مصطفى السيد أحمد الفنية، وأنت واحد من المقربين كنت لمصطفى السيد أحمد عليه رحمة الله. والله طبعا يعني أنا بسمي المسألة دي مشروع أغنية مصطفى السيد أحمد، والمشروع ده داخله كمية من التيارات المختلفة. يعني مصطفى السيد أحمد كمغني عنده ثنائيات مختلفة مع الشعراء. أهم ما يميز تجربة مصطفى السيد أحمد هو ذائقته الشعرية، يعني الذائقة الشعرية دي المفتاح التأويلي للمشروع أغنية مصطفى السيد أحمد، لأنه هو استطاع أنه يرفض الأغنية السودانية بحساسية جديدة في الكلمة وحساسية جديدة في المفهوم بتاع الأغنية ذاته ودورها، وقدر يعني يوصل صوته عبر كل الشعراء ديل. يعني مصطفى السيد أحمد غنى لعدد كبير من الشعراء المختلفين، زي ما قلت لك في ثنائيات كثيرة، يعني في ثنائية بين قاسم أبو زيد ومصطفى مع سري محمد علي مع قدال معي أنا مع صلاح السعيد، يعني كل شاعر من الناس ديل هو يكون عنده معه، وحميت برضو ما أنسى. فدي واحدة من يعني الزول الداير يقرأ مشروع مصطفى السيد أحمد دي قراءة صحيحة لابد من ينظر إلى هذه الثنائيات ويحللها، لأنه كل شاعر عنده طعمه وعنده ميزته المختلفة. قدر مصطفى يلم الشغل ده كله لأنه هو عنده أساسا في هو عنده الذائقة الشعرية المختلفة دي، عشان كده غناه اختلف. بعدين مصطفى تآلف مع الاختلاف والاستثنائيات، يعني لما تسمعي الغنية بتاعت مصطفى السيد أحمد بتحسي بأنه هو فارق الحتة اللي بيشتغل عليها الغنى دائما أو الشعر الغنية. نعم. عشان كده قدم هذه الاتجاهات داخل مشروع الواحد، فجاءت لونية مصطفى السيد أحمد. طيب أستاذ سعد، يعني إذا جينا نقسم بفترات مصطفى السيد أحمد،
ففترة قبل وجوده في العاصمة في الخرطوم، ونتحدث عن وجوده في الحصحيصة ما قبل انتقاله لبور السودان. وانت كنت من اوائل الناس اللي التقيت بمصطفى السيد احمد في هذه الفترة. هو طبعا يعني مصطفى كان مدرس، يعني استاذ في الحص، جانا استاذ في الحصحيصة، وحتى كان زاهد في انه يظهر كمغني، يعني عدله قريب الشهر. حتى بعد ذاك اكتشف بالصدفة، اكتشف واحد انه داخل بيته ماسك العود بيغني. فيبدو انه حتى بدايته ذاته كانت بحذر، هو كان قاصد انه يبدا بحذر يعني. ولكن ده كان لسه يا دوب بينمي في اشياء كده، وبينمي في مشروع اللي قال عنه اخونا يحيى. يعني المشروع ده بدا معاهم من الحصحيصه. والدليل على كده انه في كل مره كان مصطفى بيبحث عن الجديد، صدف انه في نفس البيت الساكن فيه مصطفى كان فيه فطاحله، يعني كان اسهري محمد علي موجود، كان في المرحوم احمد محمد زين ولا مين محمد زين، هؤلاء كلهم مع باغر. يعني انا كنت باجي اقعد وسطهم بستفيد. ده بيت العنكبوت؟ بيت العنكبوت كما يطلع عليه مصطفى احمد الله يرحمه. ففعلا هو كان مصطفى بيطلق عليه بيت العنكبوت، لانه فعلا يعني منتدى مفتوح، يعني كنا بنجي نقعد نستمع ونحلل وندي ارائنا. يمكن دي نمت فينا ذاته يعني اشياء كثيره من بدري. انا كنت طالب في الثانوي يعني. فبدايات مصطفى يعني تحس انه هو كان بيهتم بتفاصيل نحن كنا ما بنهتم بها. يعني مثلا مرات انا قلت الكلام ده قبل كده، مرات بنكون ماشيين عندنا ماشيين السوق الحصحيصه مثلا، نفطر ونعمل حاجات كده بالسوق، بنحب نعمل حاجات زي دي. فهو بيجي غاشي اهم لحظات عنده كان بيقعد مع الوالده الله يرحمها. يقعد معاها وين؟ جنب الصاج بتاع الكثره. حاجته المفضلة جدا انه هي تعمل الكسر، تطلعها من هناك وتخطها وتعمل الملاح وهو ياكل. بعدها خلاص يومنا انتهى، لانه يقعد معاه 4 أو 5 ساعات. بيناتهم حميمية وعلاقة عجيبة جدا. فمصطفى كان بيهتم باشياء زي دي نحن ما قاعدين نهتم بها. كان بيرى انه ده الاساس يعني. بعد ذاك طبعا انتقل بعد فترة طويلة في تفاصيل كثيرة في الحصحيصة. طبعا نجاحه كان نجاح منقطع النظير يعني. بعد ذاك جاء مرحلة السال اللي هي مرحلة محط كلية المعلمات هنا، وكان معه محمد سراج الدين، مهرجان المبدعين، بدأ حتى بالشجن الأليم اللي هو من ألحان محمد سراج الدين، كان زميله محمد مرغني. ودي فترة تانية، دي فترة تانية. أيوة دي فترة تانية. بعد ذاك فترة المحط تبع حدا الموسيقى وما تبعها من ذلك. بعد ذاك ممكن الناس حفظ الله يتكلموا عن الحاجة، لأنه حفظ الله لقوه في المحد في الكلية. نعم. بعد ذاك طيب. فعلا هو في حقيقة أنا دار أضيف حاجة لكلام أستاذ يحيى، يعني هو من كل بستان زهرة دائما بتخلي الفنان ناجح. يعني نحن عندنا مشكلة بتاعت إنه اللونية اللونية اللونية، لكن أنت لما تتجاوز الحاجة دي بأنك تخطف من كل بستان زهرة بتصبح فنان شامل. أظن بتتفق معي أستاذ يحيى. لا بتختلف طبعا، تقدم كلاج مختلف كده. نعم. طيب نعم. أستاذ أمال، نجي لفترة المعهد، معهد الموسيقى، ودي فترة التقائك على ما أعتقد بأستاذ مصطفى السيد أحمد. فعايزين نتكلم عن الفترة دي تحديدا ولقاءاتك معه والذكريات اللي في الفترة دي تحديدا. أنا تلاقيت معه فعلا في فترة المعهد. طبعا أنا كنت ولا شنو يا سعد أنت حتأكد ولا تنفي؟ انا كنت بتحن كوشة ما بعرف ليك اي حاجة. كنت حنكوشي جدا. حنكوشي بمعنى اني شنو؟ يعني ذاته ما عندي اي خلفية فكرية، ما عندي العمارات وكذا، مت العمارات اللي بتجي ما حد لابسه كيف وتتكلم كيف يعني الحاجات دي. الناس دي ما كانت بتتصنع بالمناسبة، ده جزء في جوا الحديث، طبيعة يعني، ده طبيعتنا كان كده جوانا يعني، صحيح. طريقتنا اللي قمنا بها. نعم. فتعرفنا بالشباب ديل كلهم، كان لهم اثر كبير جدا في حياتنا. السعد ديل اولاد البيت بقى، يعني بيجوا لو في حفله لو في مناسبه خير ولا شر بتلقيهم اول الناس الجو. لكن مصطفى كان له دور كبير جدا في انشائك انسان وكمفكر، سواء كنت انسان جيد او غير جيد. انا بعزله كل الشخصيه دي وكل الاحساس بانك انت عايز تتطور. ما في زول بيقعد يبني فيك حاجات لكن بيكفلك، صح يا يحيى؟ أيوة. يعني بيكفلك يخدك على الحاجة اللي هو خدتها فيك وخلاص. لكن مصطفى دائما بيقول لك انت اتعلم،
امشي، انا ما بكون قاعد طوالي. نعم. في زول تاني انت تعلم منه، امشي منه في خطوط زي دي. مصطفى كان بيجيبك كتب بيقعد يقرا لي، لما اقول له ما في زول يقرا لي يقول لي ما نحن قاعدين. طيب ما في زول بيقرا لي زي قرايتك دي، قال لي انا قاعد، انا طول ما انا قاعد بقرا لك. نعم. يجيب عندنا ديسك كده فوق، تذكر في الدوار الثالث. نعم. ولا الرابع. أيوه. يجيبوا خد فوق الجرايد. وجد بجد انا كنت بقوله دي معناه شنو، دي معناه شنو، والله العظيم جد بيفصل لك، بيفصل لي حته حته. يعني اللغه الحاسه انا بتكلم بيها معاكي دي دي هي بتكون جزء كبير منها جدا لغه مصطفى، وبعدها اللغه اللي تعلمتها بالخبره تدخلها فيني انه انا لازم اتعلم ولازم اشوف الناس ولازم يعني اي حاجه تلاقيها في حياتك انت هي ممكن تديك درس وتوديك خطوه لقدام. رحم الله مصطفى بجد، والله افتقدناه شديد. ده كان اخوي الكبير بجد بجد، يعني كان سند عظيم. مصطفى يعني وضع بصمه في كل الشعب السوداني، سواء كان الناس اللي كانت لصيقه بمصطفى او الناس حتى اللي بتستمع لمصطفى والاجيال الحاليه اللي جات سمعت مصطفى بعد رحيل مصطفى سيد احمد. مجاهد انا عايز انتقل لك، ويعني قبل ما تسمعنا حاجه يعني شيء طبيعي انه انا ما عايز اسالك اقول لك ليه يعني انت سمحت لي مصطفى او ليه غنيت لي مصطفى تحديدا، لكن لونيه مصطفى ما لونيه سهله عشان انه اي شخص يتغنى بها. ف يعني اختيارك للونيه دي تحديدا ده تحدي انا بعتبره، صح ولا لا؟ طب بالضبط مصطفى بالنسبه لي انه ربنا يرحمه بالحياه ويغفر له ويجعله مصحف اليمين، هو حاجة ما سهلة بالنسبة لي جدا. يعني كل إطار الأسرة هي بتسمع الراحل مصطفى سيد أحمد، وحتى عندي الخال سليمان كان يغني لي مصطفى سيد أحمد بطريقة كده عميقة جدا. يعني أداني دافع زيادة إنه أنا أغني لي الراحل مصطفى سيد أحمد. الله يرحمه. طيب حنسمع. أنا ممكن أسأل يا رتاج؟ تفضلي. لو سمحت لي يا استاذ مجاهد، يعني انتوا الشباب انا قاعد تدهشوني في كل حفله انا بغني فيها لمصطفى بلقاكم حافظين كلمه بكلمه، حماس بحماس من جواكم، حاجه زي كانه هو حسه عايش. شنو البث فيكم الروح دي؟ شنو خلاكم بالذات مصطفى انه يكون جواكم بالعمق ده؟ حاجه شويه انا قاعده استغرب ليها. يعني اغاني مصطفى سيد احمد هي بتجبرك، تجبرك انك تستمع لها، يعني تجبرك كل، واضف الى ذلك الكلمات، اضف الى ذلك انه تحسها كانه واقعيه او في الحياه. عارفه استاذ امال مرات كثير جدا تسال زول بيكون ما قادر يحدد لك الاجابه شنو، تعبر عنك يعني ما قادر يعبر عن الاجابه شنو، لكن هي خلاص كده فهمت انا بتكون بتعبر عنك، هو نفسه يوصل مسج معينه او رساله معينه بس. لكن خلينا الرسالة دي نسمع من خلال أغنية رح تقدمها لي. أنا حتغني شنو لمصطفى؟ أغني مزيكة الحواري. مزيكة الحواري، يا سلام، دي أغنية جميلة. أيوه. زمن فنان غنيناك وبنغني وبنحدد الزمن فنان. ما إن
تأخر إتلاك غنى وردت تنبيل الأحاني النجوم لامع بريبة النجوم لامع بريقة الورود النايمة فاقت عطرت كل الغزال برحيقة النضرة قد بفور النضرة فقط تنحط غنت لهوايا لهوايا حواري وقي صلب النوت عرضا ضقوا مزيكة الحواري وقي صلب النوت عرضا النخل زايد في عرضه في علاه عرض في علاه البيوت غرقت وراه البيوت غرقت وراه برض الزايد في علاه محكي للدنيا الجميلة سر صداته سر نجاحه جميلة سر صباته سر الغاوة ضي عيونك يا بني يضي من بلدا بعيدا بنيت من بلدا بعيدا تحمل كلام الغمامة تكتمل الروح نشيدا في الدروب لك تودي في الدروب لك تودي بالنصر جل العليلة بالنصر جل خال العليلة والحزن من ضي عيون يبصر فرح الجديدة الحزن من ضي عيون يبصر فرح الجديدة ونراكب يا مراكب للرياح توقف خطايا للرياح توقف خطايا للجبال تحجب رطايا Thank you.
ونراكب يا مراكب ونراكب يا مراكب الرياح توقف خطايا الرياح توقف خطايا الجبال تحجب رطايا ست شموس والرمايا ست شموس والرمايا مسافر من كتير الزهر مسافر بأمرايا مسافر من كتير الزهر مسافر بأمرايا موصل الشمس البعيد ونبقى عيد موصل الشمس البعيد ونبقى عيد ونزرع شكرا يا مجاهد. شكرا. دي البذرة اللي زرعها مصطفى سيد أحمد أو النضال اللي ناضله خلينا منقول من بداية النظام البائد وزرع علينا بذرة ونحن حصدناها حاليا خلينا نقول. فدي المجاهد والأجيال اللي تربت واستمعت لمصطفى سيد أحمد. فجاءت حاجة معينة خلينا نقول وصلت لها مسج معين من خلال الرمزية في شعر أو في أغاني مصطفى سيد أحمد اللي هي تجسدت في الأشعار. عايزين نتكلم عن الرمزية في غنى مصطفى سيد أحمد يا أستاذ يحيى. وطبعا واحدة من الحياة المهمة في أغنية مصطفى سيد أحمد أنها هي يعني مفتوحة للتأويل، بمعنى أنه بيسمع الغنية بيخش فيها بوجدانه وممكن يكون عنده تفاسير لها تاني، ودي السر بتاع خلود الأغنية. يعني الغنية اللي بيكون فيها هي حتتها واحدة كده ما بتكون فيها ديمومة، وده السر اللي بيخلي الأجيال الجديدة كل مرة بتكتشف لسه، يعني كل مرة هم بيكتشفوا أنه في حاجات لسه ما قدروا يفكوا غموضها. فالانفتاح على التأويل ده بالنسبة للمتلقي بيخلي الفورمة الغنائية دي، طبعا الغنية هي الفورمة الجمالية السائدة في السودان، يعني لأن الغنية انتشار سريع بيلتقطوها بشكل واضح، بالإضافة إلى المزيكا طبعا. يعني الغنية دي ما شعر بس، نقول غنية معناها في كلام وفي نص موسيقي وفي أداء. مصطفى واحدة من أهم حاجاته الصوت بتاعه، يعني صوته بيخليك أنت تنتبه له، صوت إمكاناته واسعة بيقدر يعبر به، ودي عندها علاقة برضو بيننا إحنا ناس المسرح. يعني الأداء الدرامي لصوت مصطفى سيد أحمد في الغنية ده واضح في شغل حميد مثلا أو في شغلنا نحن ناس المسرح، نحن ما جايين ذاته على الشعر الغنائي ده من المسرح، ما جايين يعني سايد كده، فبتكون في مشهدية مصطفى بيقدر يوصل المزرح. عشان كده بتلقي أجيال لحد هنا حتكون مستمرة بتسمع مصطفى بأشكال مختلفة بتأويل مهمة برام. أنا دار أقول في حاجة إشارة مهمة جدا عشان أوريك أنه وجود مصطفى سيد أحمد وسط الأجيال دي كيف. أنا لاحظت مثلا في الاعتصام كان في خيمة بتاعت مصطفى سيد أحمد، كان في مدخل زي عمود كده برضو فيه صورة مصطفى، وفي واحد من الشباب ده قدم شهادة مؤسفة جدا وصعبة جدا لما نفضل الاعتصام ده، اتكلم عن خيمة مصطفى سيد أحمد، في زي 30 شابة وشابة غطوهم بالخيمة دي بعد نزوعها وكانوا بيطعنون بالبتاع وكده، يعني ديل كلهم راحوا فيها ممكن يكونوا اتحرقوا. دي واحدة من الشهادات الغريبة عشان تعرف انه مصطفى سيد أحمد ده ما مجرد هو شخص لكن مفاهيم، والمفاهيم دي جابت الغنية، وبعدين هي ذات الغنية بتاعت مصطفى سيد أحمد هي دائما بتدعو لقدام طوالي، هو طوالي عنده الاستشراف وطوالي عنده. وغير كده في ميزة تانية لمصطفى في منحة تجريبي في شغله، يعني مثلا مصطفى رجع للراوي الشعبي من خلال مثلا نموذجين معروفات عم عبد الرحيم مثلا، هي دي قصة سردية أو حكاية شعرية
او عمنا الحاج ودعجبنا. انت لما تسمع الحاجات دي بتعرف ان مصطفى ده عنده رؤية وعنده تصور للراوي الشعبي اللي كان بيغني بالربابة او بمكيكي في الغرب وكده. عشان كده دي من النماذج العالية اللي بتقوم تخلي في ملمح, ما في ملامح جوا المشروع ده مختلفة جدا. الرمزية واحدة منهم ودي غالبة, لكن الرمزية ذاتها هي ما مغلقة, رمزية ذاتها مفتوحة التأويل. في زول تشوف في الحبيب الوطن, في زول تشوف في الحبيبة حبيبته, ولا بدون وطن ولا صحيح. بدون زي المفهوم ده. أيوة. فهي دي الحتة المهمة جدا اللي بتميز مصطفى من المغنيين, يعني مش هو براو لكن قبله في ناس, يعني في ناس عملوا حاجات مهمة جدا هو بنى عليها, يعني بنى عليها يعني بصف. اغنية وردي ممكن تكون كده, عثمان حسين, ابو عركي, أبو عركي. نعم. يعني الحاجة دي ما براو مصطفى ولا نحن ذاته كشعراء جينا سايت, جينا ورانا تراكم كبير جدا في شعراء الاغنية. انا قاعد اقول مثلا لما اسمع القصيدة لمصطفى بطران, يا أطرد الأحلام يا جميل وصحى وقوم لقد الليل في ضفاف النيل منشد الفسحة. لو الناس هنا ممكن تقول القصيدة دي كاتبة عاطف خيري, ما في زول بيقول لك لا. عشان أوريك أن المسألة دي هي يعني تراكمية, منتوجنا نحن ما جاء من فراغ. في ناس بتصورونا كده زي نحن كده, لكن هي ما كده, نحن جينا من الحقيبة دي وجينا من الشعراء القدماء. خليل الفرح مثلا نموذج كبير, عبد المنعم عبد الحي مثلا, يعني في شعراء خدتوا لبنى في الموضوع ده عشان نحن برضو نبني عليها مدماكين ونمشي. ومشيتوا على نهجهم. طيب يعني يا أستاذ سعادة, نحن لو أخذنا كلام أستاذ يحيى وجينا من خليل الفرح ومن الفنانين الأوائل, الكلمة بس ما هي شكلت وجدان الفنان أو الفن السوداني بصورة عامة, زي ما ذكر لنا أستاذ يحيى إن هي صورة متكاملة, كلمات ألحان ومؤدي سواء كان مصطفى سيد أحمد أو غيره. لكن إحنا زيين تكلمنا عن قالب مصطفى سيد أحمد تحديدا, ونحن بنتكلم عنه في هذه السهرة. مصطفى سيد أحمد والقالب اللحني تحديدا بتاعه واللونيات المختلفة في ألحان مصطفى. طيب هو زي ما قال أخوي يحيى إنه الأشياء بتجي نتيجة لتسلسل موضوعي منطقي, وانا اشيد جدا على الحته دي برغم انه انا بقول انه يا ناس يحيى دي اللي عملوا حاجات كده عجيبه برا. فهم مجموعه من الشعراء, يعني كان مصطفى بيطلع عليهم الشعراء المطاليق. يمكن المطاليق دي عده معاني كثيره جدا, اللي هم يعني ناس فري وناس ما بيتغيروا بالقارب. النمط القديم. طيب اذا نحن طبعا اي زول بيتجرب الحديث عن القوالب الموسيقيه, لانه بتبقى في النهاية المسألة تنظير. نحن لحد الليلة ما عندنا قوالب محددة, عندها قواعد محددة عشان نتكلم عنها. يمكن أنا أستشهد بمقولة الموسيقار الكبير لودفيج فان بيتهوفن, وأنا قبل كده قلت الكلام ده في قمة يأسه وإحباطه وهو بيألف في السيمفونية الكورالية التاسعة, بيتكلم مع الناسخة بتاعته, قال لي الألحان دي ما حقتنا, نحن ما بنطلعها, نحن ده حديث الرب, نحن جست موصلين. يعني لما سألوه إذا مثلت أنت بتعمل الألحان دي كيف, ما قدر يجاوبها. قال لا يعني أسأله لو سألت أحد بتكتب كيف برضه ما حيقدر يجاوبني. هي كده. فهو ذاك فسرها بطريقة يمكن فلسفية أعمق شوية. فالألحان دي برضه يعني ما بتقدر تحدد أنت صحيح عندك بصمتك في اللحن, صحيح عندك أسلوبك في اللحن. يعني أنا أسئلة ليست الإجابة تعطي حفظ الله. أنا معجب جدا بطريقة التوزيع الموسيقي فيها وطريقة لحن مصطفى ليها, لأنه فعلا صور النص كأنه علامة استفهام كبيرة. دي واحدة من المميزات لمصطفى سيد أحمد. في أشياء كثيرة جدا عنده, يعني مصطفى ما أنت دائما لما تلحن براك, أنا ما عارف أقولها كيف, لكن لما تلحن براك وتحس بالكلمة براك وتعبر عنها أنت براك, بتكون دلالاتها أعمق طبعا, ما زي لما الحين لك زول تعالوا شو ليش يا أستاذ أمال صح. لانه سر نجاح مصطفى في انه هو عايش الكلمه نصا وصورها لحنا واداها اداء, عشان كده كانت دلالات عميقه وهي ذات عميقه وهي ذات جذور كبيره جدا محسوسه. ايوه, عشان كده نحن يعني الناس لما يتكلم على القوالب ومشى للسلم كده ومشى لكل تنظير ما مؤسس, يعني نحن نقبل باللحن كده ككتله ونشوف تاثيره علينا شنو,
تأثيره على المستمع شنو. لكن تحليل اللحن ذاته بيبقى تحليل ما دقيق يعني. أنا أفتكر كده. لكن جزئية صغيرة يعني زي هو كلام سعد ده لكن بشكل تاني. مصطفى عنده قدرة إنه يمتص الكلمة، الامتصاص الدرامي للكلمة. يا سلام. دي بتديه القدرة العالية. التعبير يعني لو انت سمعتي مثلا في عم عبد الرحيم حتى بجيب بنقرة الحمار بيعمل مثلا دي واحده من دي ده مثال، لكن هو بيشبع الهناء لانه عنده القدره يمتص الكلمه ويطلعها بالاداء اللي الناس شايفينه دول الناس السامعين. في جانب كمان مهم جدا اللي هي في مثل الالحان، يعني قبيل يحيى قال انه مصطفى تعاون مع مجموعة من الناس ودي شكلت لونية تختلف من الولايات الثانية. نحن لاحظنا دائما انه لما انت تاخذ من كل بستان زهرة بيكون الدلالات اعمق، صحيح، بيكون ما عندك لونية واحدة. يعني الليلة انا اجزم انه في اي وحتى الموسيقى العالمية الفرقة العالمية اول ما اسمع بدايات كده مازورتين ثلاثة بقول ده فلان او ده فلان كويس. والله انا ما بقدر اجزم انه ده مصطفى اذا سمعت مصطفى في الموسيقى في الاول. كل موسيقى بتختلف بالمناسبه، ده بالنسبه لي انا كموسيقي، لكن بالنسبه للمستمع انا ما عارف كيف. صحيح بصمتك دي ما نفس موسيقيه ما بتزول، لكن انت ممكن تتحايل عليها تشكلها بحيث انه تكون تؤدي لمفاهيم اعمق. هو فعلا عنده كان تطويع لحتى الحاجه الغير بطريقه طريقه سلسه خلاص، يعني ما بتعرف هو عدل وين وخلى وين ولا حصل. نعم طيب استاذ امال، يعني خلينا في ذات السياق ونحن بنتكلم عن الجانب الموسيقي يعني مصطفى سيد احمد، فلما تسمع لصوت مصطفى سيد احمد بتحس انه في مرونه في الصوت. ايوه صحيح، كان طيع جدا جدا. مصطفى بغني بطبيعته بالضبط كده، ما بيتكلف ما بيدخل في اي شخصيه، ما بفكر في اي حاجه قبل ما يخش، لا شكله حيكون كيف، لا اداؤه ده حيوصل لوين، بيكون هو بيأدي الغنية بيحس الكلام اللي فيها. نعم. وبيحاول يعبر عنه باللحن اللي هو وضعه او شخص اخر وضعه، يوصل الفكره للجمهور، يعني بيكون تواصله مباشر مع الجمهور، وده انا بفتكر انه الفن الحقيقي. لانه الغنيه لو ما لمستك انت كجمهور ما بتحفظها وترددها وتتوارثها، ما بيحصل. نعم، يعني تواصله كان حسي باحساسه هو اللي بحسه في اللحظه ديك وبيوصله مباشره للجمهور. دي ممكن تكون يعني واحده من الحاجات اللي خلت اغنيات مصطفى سيد احمد، خليني انا اذا يعني صح لي التعبير واذا سمحتوا لي انه انا اسمي اغنيات مصطفى سيد احمد الاغنيات المجايله اللي هي مناسبه لكل الاجيال، سواء كان الاجيال اللي عاصرت مصطفى والاجيال اللي جات ما بعده والاجيال اللي حتجي باذن الله. طيب استاذ يحيى، بس دقيقه قبل ما تمشي من الحته دي. نعم. هاجي انا اركز معلومه مهمه جدا، يعني لا الموسيقيين ولا الشعراء بيقدروا يحكموا زي ما بيحكم المستمع العادي طبيعي، ونجاح الكلمة النص أو القالب اللحني أو الأداء الصوتي هو اللي بيحدد المستمع. فأنت دائما الترمومتر بتاعك مقياسك منه المستمع. صحيح. لكن إحنا ما ناس أكاديميين يمكن نغني بنحلل وغير وغير ونعاين للمسألة من الجانب الآخر المامرئي بالنسبة للناس، وبالتالي ممكن يكون كلامنا كثير يعني طبعا. ولا شنو يا أستاذ يحيى؟ يا صحيح صحيح. أنت ما بتعرف أنت في الوقت الولد ذاته الاسم بتاع الملكية بتاعت معجبين مصطفى سيد أحمد لإسم مصطفانا، يعني حاجة حقتنا نحن. نعم. مصطفانا حاجة خاصة بينا، ده النجاح الحقيقي. نعم. في كذلك بعد إذنك يا رتال تفضلي. ده الاستفتاء الحقيقي في الدنيا كلها هو بتاع الفنون، لأنه الجمهور يا صنعك ورفعك يا إما تركك ومشى منك. ده الجمهور تماما هو الحكم الوحيد اللي بيقدر يحدد ده. صحيح. ما في غيره. والعلاقه دي غامضه بالمناسبه، غطياتي حكم متاخرا لاستيعاب الاشياء، وغطياتي حكم وقتيا يعني، فدي ما بتفرق كثير. طيب استاذ يحيى يضلنا واحده من اول الاعمال، طب خلوني اقرا لكم شعر. يعني انا كل مره لازم اقرا بعدين في شعر ثاني لمصطفى ده، يعني انا عندي 12 اغنيه مثلا لمصطفى. أنا لو قالوا لي أقرأ، أنا أقرأ حاجة اسمها غيابة الخليل لأنها فيها تماس غريب. تمام نسمع. القصيدة دي لما كتبتها هي ذاتها عن مصطفى،
وأشبه بمرسية متقدمة. الوقت ده كوفي قطر وصلت وهو لحنها. سبحان الله. أنا واحد من حظوظي مع مصطفى أنه أنا غنى لي بالعامية وبالفصحى يعني الثلاثة قصائد استلاب واسئلة ليست للإجابة ودي، فدي اسمها غيابة الخليل. بتقول بالأمس كان غناؤنا عذبا، بالأمس كان غناؤنا عذبا، وكنت تتخذين قافية لها طعم التواصل والتبادل بين قمح وخصوبة، فلماذا تأخذين الآن شكلا يرتدي لغة الظهيرة، يختفي ظل الفجيعة تختفي منه العذوبة. إنها اللغة التي عمقت فينا التداعي وغلغلت بين العظام تزامن الوجع المعبئ بالضياع وبالرطوبة، فاصطدنا من بحر الزحام خرائط الفرح الملون بالطبول العازفات مقاطعا تنمو على عين الحبيبة. بادرتني هواجسي، بادرتني هواجسي، فاستعرت من الشوارع عظمة كانت تحدق في الحياة وتعتريها الأمنيات، وسمعت من مدن الخراب حكاية الآتين منك يلعقون السم من شفة تدندن بالرخيص من التباكي التشاكي الأغنيات. فيا بنت الخريطة والدموع، ويا بنت المسافة والرجوع، اسهبي مني تمني وامنحي القلب التجلي، وغادر اللغة التي ظلت تموت، اغرزي في الثبات. الله يا وجعا تمدد في العشية والصباح، الله يا حلما تناثر بين أفواه الرياح، ويا طفلة ظلت تحدق، يا طفلة ظلت تحدق في حطام الأمسيات. سافري سافري في شموسا ووتر، عمقي جرح اقترابا وسفر، لأغنيك التماسك أبتغي منك الوصول، امنحي القمح الخصوبة وامنحيني نفسي دون خوف دون همسي، وامنحي المدن الدليل. فيا طفلة ظلت تلاعب في ضفيرتها بين دمع ورحيل، هل يكون الموت نوعا من تآلف في غيابات الخليل؟ هل يكون الموت نوعا من تآلف في غيابات الخليل؟ يا سلام. يا برضو سلام. أسئلة ليست للإجابة يا يحيى ولا شيء. برضو الأسئلة طوالي، هي الأسئلة دي برضو سؤال ليست للإجابة طوالي. يا سلام يا يا سلام يا سلام. انت حكايتك شنو مع التداعي ده؟ والله يا أخي ما هو دي الحقيقة بتاعت الإنسان من الجواب. الله يحفظك. فالشغل ده هو يعني، يعني أنا ممكن أقول مصطفى بالشغل ده بيرسي يعني غنى مرسيته. نعم. حتى انا لاحقا لما بقرا القصيدة دي في اي ندوه شعريه بقول الى مصطفى سيد احمد الذي تحمل عبء التساؤلات. نعم. وهزم موته بالاغنيات. يا سلام يا سلام. رحمه كده هو فعلا. يا سلام. لكن يعني هذه القصيده ما 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 خليل احنا ما اكتمل او ما ما لغت حظها. لا هي بس يعني محفوظه كلحن فكر. في حاجات كثيرة، دي واحدة من المشاريع اللي احنا مفروض نشتغل عليها. عنده أغنيات كثيرة قاعد إن شاء الله. اللي هو مصطفى عنده ألحان كثيرة هي مجرد فكر بالعود مفروض مفروض الناس يعيدوها بأصوات حقت ناس تانين. رفض يا يحيى رفض. رفض رفض قال ما تعملوا كده، قال ما تسمعوني في كاسيت. انا حاسه ما قادر اعرف باقي غنوه. يا يا هو بيفتكر انه الحاجات دي كلها ممكن تكون ملك للناس يعني الناس يفعلوها لانه الحان كثيره. الحان نعم. كثيره يعني حاسه ان احنا عندنا في مشاريع حول اغنيه مصطفى سيد احمد، يعني في فكره بتاعت مهرجان، في فكره بتاع في افكار كثيره. لكن انا بفتكر اهم حاجه الافكار اللحنيه دي يعني تطلع تطلع باشكال الغنى الغنبة والكسرة ما قاعد وكده. مع الناس بيحبوا يسمعوا مصطفى بالعود في ناس كده، لكن المزيكا دي لو ما طلعت في اوركسترا كان حلمه يعني انه نعم. يكون عنده اوركسترا كبيره صحيح صحيح. كان بيتكلم معي كثير عن الحاجه دي.
كثير. كان بيتكلم عن اوركسترا ضخمه جدا أيوه. وتوزيع أيوه. موسيقي وغيره، كان طموحه كبير جدا رحمه الله. طيب استاذ سعد، يعني انت هسه ذكرت انه كان بيتكلم عن النقطه دي تحديدا، وانت شهدت له اول حفلاته تقريبا في الحصحيصه 1975. ما عايزين نكبرك ما تخاف. السنه دي ما عليك عليك. السنه وقالت لي ما تخاف. فنقول 75 حقيقه. 75 اول وقتها كنا طلبه نحن. واول حفله كان في الحصحيصه، هو الحقيقه كان بيغنوا فنانين المنطقه وفنانين البلد يعني. والتحيه له من هنا زي الشيخ الطيب ومجموعه من الناس هناك. فبدوا بدت الحفله عاديه جدا، فقام قمنا قدمنا مصطفى. فحقيقة الناس اندهشت جدا، لأنه كان في تغيير كبير جدا بين النمط اللي كان سايد وبين اللونية الجديدة. فيعني كانت دهشة في عيون الناس. دي كانت أول حفلة والله أتذكر لحد هسه. كنا أكورديون، أنا كنت بعزف أكورديون، وكان جنبي عازف الإيقاع أخوي بشرى شرف الدين عازف الإيقاع. كويس. يلا بعد ذاك استمر النجاح طوالي بعد ذاك. فيعني ثاني حفلة طوالي سمعونا ناس كانوا موجودين فطلبونا نغني في أبو عشر. يعني طوالي بعدها بأسبوع، وبعد ذاك بدأ النجاح. يعني مصطفى فرض صوته من اول انطلاقه، كان حاجه مميزه. بعدين اميز حاجه في تجربه مصطفى سيد احمد لما كانت بتتمانع عليه الاجهزه في الثمانينات طبعا. الحته دي هي جابه مننا نحن ذاته ناس المسرح، لانه كان عنده علاقه بينا قويه جدا. صحيح. مصطفى كان بيجي بيحضر البروفات ايوه، ومشكله ذاته في المسرح وكان زول مفيد، غير انه مدرس وصناعيه وعنده حرفه بتاعت انه يصلح العود والكمنجات والرسم، مصمم وبينتر ومصمم واشتغل في مصنع الحصحيصه كان يصمم الثياب والملايات. يعني تشكيله كده من ال دي كمان بيهدى ما بيعرف يقعد تتذكر ما بيعرف يعني لازم يلقى له حاجه يعملها. احنا لا جماعه السديم المسرحيه كنا بنتحرك في عروض متنقله، ما كان عندنا علاقه بالمؤسسه الرسميه بتاعت المسرح القومي او اي جهات هي حكوميه، كنا بنشتغل مسرح شارع، بننتقل في الجامعات والمعاهد العليا. فبدت الفكره بتاع جلسات الاستماع. جلسات الاستماع دي قامت وطتت صوت مصطفى، دخلته في وجدان، لانه بشيل عوده وبيمشي وعنده القدره العاليه بتاعت التصويت. يعني هو زول يعني زي بتعريف ابونا الله يرحمه اسماعيل عبد المعين بيقول لك الزول ده صييت صييت يعني مصطفى من الناس جهوري يعني كده. ففعلا فكره جلسات الاستماع هزمت التمانع بتاع الاجهزه دي. وهنا اذكر والله زول مهم جدا كان هو دائما مستضيف مصطفى سيد احمد في برنامج شهير اسمه الحان، اللي هو الاستاذ معتصم فضل المخرج الاذاعي. من هنا انا بحييه لانه كان وقف مع التجربه دي كويسه جدا يعني. نعم. لكن غير كده كانت في حاجات، وزي ما حصل لنا القصه الشهيره بتاعت الختم بتاع غير مجازه وغير مجازه. الكابتن كان حاصل مصطفى ده بيغني الجريده والغنيه دي بتتغنى في وقت والشعب السوداني ما بيفهم. يعني من اصعب الاشياء انك انت تحاصر وتعمل كبت لفنان او لمبدع، وخاصه اذا كان زي مصطفى سيد احمد وعدد كبير من الفنانين اللي هو ومن الحماقه اقول لك يا ريتاج انه حكومه تحارب غنيه ما حتنتصر، لانه يا دوب انت جذبت انتباه فعلت شراره الاولى ايوه اصله ما ممكن يعني. اسمعوا فكان زي حاجه دون كيشوتيه كده انك انت تحارب لك غنيه تنطلق وتمشي هي بتحاصرك يعني ما عندك طريقه. عنده قدام قصيده بالمعنى ده انه يعني لو داير تنشر حاجه حظرها يعني خلاص مرغوب يعني يا استاذ عمال. هو مصطفى ذاته في اول في الفتره اللي انا بتكلم عنها في الحصحيصه دي كان عنده طموح غير عادي. يعني ما اكتفينا نحن بالفرقه الموجوده في الحصحيصه اللي هو كمانجتين وايقاع واكورديون، فاذا عدينا الحدود بقينا نمشي مدني، نجيب اخونا سامر ابو بكر البوشي كان على الجيتار، والفتح حسين كان الوقت ذاك بيز جيتار. فدي كانت ذات الاوركسترا ذاتها حاجه مهمه جدا، لانه مصطفى قدرته التعبيريه بتكون اكبر. غير كده ومصطفى بالمناسبه مصطفى في حاجه الناس ما عارفين عنه، مصطفى لما يغني بغيب عن الزمان والمكان. كنا نحن دائما بنقول يعني انا ومعي زميلي بشرى صديقنا بشرى شرف الدين كنا بنتراهن انه ممكن نطلع مصطفى سيد احمد من المود. فكنت يا يعمل حركه بالايقاع يا يعمل حركه خفيفه بالاكورديون خلاص طوالي بيصحى طوالي بيطلع برا بيسكت. طيب استاذ امال يعني فتره معايشتك لمصطفى سيد احمد
أكيد في بعض المواقف والذكريات الراسخة لا تنسى. وبعدين أنت ذكرتي جملة جميلة جدا إنه مصطفى سيد أحمد كان بيوجهك وبيقول لك بعض المواقف في كده أعمل كده وفي كده ما تعمل كده، فياريت لو ذكرتي لينا بعض المواقف دي. أنا حذكر لك موقف تاني. لكن قبل ما أقول لك الحاجة دي أنا عايزة أعلق على كلام سعد لما بيقول لك هو كان عنده طموح أنت عارفة الفنان لما يكون طامح بأوركسترا كبيرة، وزي ما قال لك هي أصلا الغناء عند الفنان الحقيقي هي لحظة تأمل. نعم. يخرج من بيها من الزمان والمكان، بيغسل روحه من جوا، بيرجع لأوقات حتى ما في ذاكرته الحاضرة. ففي الحتة دي أنت بتسمع الآلات نفسك تسمعها في الشغل ده بشغوله كامل متكامل، لو تيجي طالع ما يعني بيكون صعب عليك، صعب بتحاول تعمل أقل حاجة ممكن تعملها إضافة للشغل دي. فدي دي يعني دي نعم حاجة نعم جميلة شديدة اللي انت قلتها دي. نعم. المواقف، في موقف كان أن السودان كله ما حيتخيله، الحلقة بتاعت صالة العرض لما كانت في بيت مصطفى سيد أحمد. وأنا جيت للعيد وقعدت تونس مع بثينة، قاموا قالوا لنا تعالوا أحضروا التسجيل بتاع صالة العرض، أستاذنا علم الدين حامد. فجيت قعدت قاعدين أنا وهي بنتونس، قلت لي تعالي نقعد بعيد عشان إحنا ما لنا دخل بالموضوع ده. أنا طبعا يعني أي زول عارف إنه أنا ما بشوف، فقاعدة جنبها فلما تجي الأغاني بتستفزنا، فبقوم بغني أنا الغنى الغنيت والمسجل والحايم ده كله أنا ما قصدت فيه ولا حاجة، أنا كان قدامي ميكروفون لا أعلم عن وجوده شيء. في نهاية الغنية لما رفعت ايدي اعمل كده، الله انت بتعمل شنو؟ قلت له كان سجلوه من غير علمي. انا كنت متكلة زي تكلتي دي ونتونس تاريخ، هو بزيح لما نتونس ولما نجي ساعة الغنى وانا ابتدي اغني هو بجيب المايك بخده وطلع التسجيل كلكم سمعتوه. يا سلام. بعدين اجمل حاجه الحاجه لما تجي تلغائيه يا استاذ مالي، يعني الحاجه بتكون كده ما مصطنعه جات وده جميل. اصريت قلت له لو ما سمعتني ما حخليك تنزله فعلا يعني، فطلعت حاجه جميله. وانا بس عايز اتكلم عن يعني هو طبعا يا امان ما في حاجه يقولوا لا هي شنو، لكن يعني امان من اميض الاصوات النسائيه الموجوده في البلد دي، عشان كده لازم هو مجبور يجيب الميكروفون يعني. هو بعمله تلغائيه لانه هو مؤمن جدا بصوته. صحيح. من اميض اصوات السبرانو الموجوده في البلد دي. بس نحن دائما بنقول انه نحن دائما حاجاتنا ما بتتوظف، ونحن مرينا بعهد عهد كتل فينا اشياء كثيره جدا، كتل فينا الطموح كثير جدا، واخرنا كثير جدا. مثلا يعني ال 30 سنه دي وقفت يعني التسجيلات يعني. التسجيلات يعني الغنى والإرث القاعد في الإذاعة ده، ما كان الفنانين بيجوا بيسجلوا الغنية وأوركسترا الفترة دي، بل منعت بعض الأغاني الشاقة والبازخة المعاني وتهمش الفنانين يعني. الفنانين كلهم يتهمشوا أسباب ما عندها معنى، أسباب واهية. وبعدين زي ما قلت ما في حسا ما في غنى، الناس حسا أقول لك كلام برامج كاملة هي بتكرر، يعني أنا ما شايف في داعي لبرنامج السرقة دور ده مثلا بصراحة، يعني لأنه ما قاعد يجيب السرقدور لو داير يغير. ومن هنا أنا بحييه وبقول له المرة الجاية لما تشتغل خل الفنانين اللي بيجوا يغنوا غنى الناس التانيين ديل يجوا يغنوا غناهم، لو في طريقة يغنوا غناهم. الميزة في برنامج السرقدور ده معلش دي فرصة نقولها اللي هي الفرقة الموسيقية، الأداء العالي للفرقة الموسيقية هو دي الميزة، لكن باقي الأصوات دي بتغني في بي 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 يعني بتجتر في غنى قديم. نعم. وهكذا فانت نعم. البرنامج بتاع هنا ان شاء الله بس من رمضان الجاي ده يقول لاي زول بيغني ياخذ لك 6 أغنيات حقتك، خلي الباقي غني حق الناس، غنى جديد غني حق الناس كل مره نكون. أيوه. في الموسم الفايت كان برضو كانت في تجربه لتوثيق من اغنيات عدد الفنانين الشباب. يا ظل الغنى
ده الزمن فنان غني وبنغني وبنحد ده الزمن فنان وبنغني وبنحد ده الزمن فنان تعرف في مرات انت عشان تحلل موسيقيا ما بتقدر تتلمس خيوط محدده كده الا تمر عليك الحاجه. يعني شوفي الفرح يملى المدينه والبيوتات الحزينه. شوفي مصطفى خدتها وين في 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 قالب يا مال بيختلف شويه من القالب التقليدي للحن كله. قالب فرح. ايوه يعني هي كده هي كيف تصور النص ده الكلام وكيف تنتغي تنتغي غمه ال انتوا بيسموها شو الشعراء الغمه اللحنيه في القصيده وتحطها في فورم الذروه بالضبط هي كده. هذه واحده من الميزات المهمه. انا متاكده يا اخي كان بتخيل الشكل ده انه بالحته دي قامت تغير له المنظر في راسه. انا متاكده يا صحيح شفتها بعدين مصطفى يعني الجزئيه الاخيره من الاغنيه الاصل في الجوف اندفن لا بتنسي لا بتنحي وده كله هيحصل صح الحريق ده الحاجة اللي حصلت انه مصطفى فضل راسخ وسكن في الجوف. طيب ده سؤال عام انا حاطرحه لكم كلكم للأساتذة والأستاذ أمال والأستاذ يحيى والأستاذ سعد. إذا جينا تكلمنا عن المسرح المسرحيين بياخدوا مصطفى وينتموا له يقولوا مصطفى حقنا الموسيقيين مصطفى حقنا الفنانين التشكيليين مصطفى حقنا الشعب السوداني بيقول مصطفانا تمام فالسير شنو في إنه كل واحد بياخد مصطفى وياخده ينتمي له. ونبدأ لك يا أستاذ أمال. مصطفى لما يخش في أي مجال من ديل زيادة عليهم الشعب السوداني في حفلة هو مصطفى ما قاعد يوم واحد ما شفته جايب زول وراه ولا شفته كان عنده تلفون في البيت هو قاعد بيرد لك لما تضرب له تلفون لما تمشي تلاقيه يا هو مصطفى في أسوأ حالاته هو بيفرح بيك هو بكون إنسان مصطفى زول متطابق. أنا بفتكر دي أهم حاجة ولا شنو يا يحيى إنسان اللي بيقوله بيعمله واللي بيعمله بقوله وإذا مرق من النص ده بيكلمك عديل بوضوح شديد جدا انا عملت الحاجه دي يا لانه كذا وكذا او انا غلطت في انه انا يا سلام خالفت القانون ده جواي وده هو اللي بيخليك تبقى حق الناس كلها. احنا عندنا لقب لمصطفى ده ذكرتني له امال حسن احنا بنسميه طبوز طبوز اي صح هو لانه واضح لانه واضح جدا يعني اكيد يعني بيقول لك انه المزرعه بدك لاف وشك ما بتنفع وبعدين بيكون هو قال لك وبدون اي يعني عنده تجارب كثيره مع ناس طبعا بيجوا يعرضوا له بعض لا شعار بيقول لهم يا اخي والله ما بقدر اغني الاغنيه دي وحصلت له مشاكل مع بعض الموسيقيين وحاجه اسمها كانت اسمها منتدى الحروف كده منعوا منه بعض الاغنيات وكده وقالوا ما يغني وحاجات زي بعد ذاك وبدا التحول بتاعه من الحتات دي يعني في بعض الشعراء سحبوا من مصطفى ده اغنياته كثيره سايد كده لانه هو يمكن يقول لك الزول ده قليل الادب والود ده ما عارف شنو الكلام بتاع السايد ده يعني لكن هو كان عنده تصور وكان عنده هنا المسرح ذاته علاقه مصطفى به علاقه يعني اصيله لانه مثلا عندنا تجربه معاه ونحن ذاته جماعه الصديمه المسرحيه اشتغل معانا ضوء البيت دي الروايه بتاعت الطيب صالح عداه الله يرحمه صديقنا الشاعر والمسرحي الكبير محمد محي الدين عن روايه الطيب صالح واخرجها قاسم ابو زيد. في اغنيات مرقت من المسرحيه دي يعني يا مطر عز الحريق ومن الواسوق ابد تطلع أيوة ومن الأبط دي مرقت من 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 المسرحيه وبعد ذاك بقت اغنيه منفصله او زمن بروح زمن بيجي دي كاتبين انا وقاسم ابو زيد اللي قدال مثلا تقوم يا بيتنا بيت دي كلها اغنيات ضوء البيت دي شريط براه وكان مفروض يطلع لانه فيها حاجه. الثاني اشتغل اربع رجال وحبل برضه مع قاسم اشتغل شغل دنيا صفا دنيا انتباه برضه ايوه اشتغلنا معاه يعني احنا كل الحاجات دي هو كان اصيل أيوة. وكان في فكره
بعد ذاك اتعملت مع محمود عبد العزيز الله يرحمه. الله يرحمه. لانه مصطفى سافر وكده كان في مشروع بتاع تاجوج في الخرطوم، مسرحيه معروفه اسمها تاجوج في الخرطوم. كان مفروض يكتبها محمد محي الدين لكن نفذها، هي الفكره بتاعت قاسم، هي مسرحيه استعراضيه غنائيه توفر لها عثمان النو في الالحان. شفتها الشعر قاسم ابزيد ليه ما ظهر ولهادي الجبل برضو لحن جزء من الحياه. محمود عبد العزيز كان ممثل ومغني في نفس الوقت. طبعا محمود اساسا بدا بالدراما. محمود يعني درس قسم الدراما في قسم الشباب والاطفال، والسر في اداء محمود عبد العزيز ده كله جاي من هنا. فالمسرحيه دي اشتغلت 40 يوم هنا في المسرح القومي، وقفوها بانه سجنوا محمود عبد العزيز في حاجه كده ما معروفه، المسرحيه وقفت، لكن توفر لها كل النجاح ده. كان المشروع ده المفروض يكون هو مع مصطفى، لكن بعد ذاك حول قاسم ابزيد بطريقته المعهوده لما يكون مصر على افكاره بينفذها يعني حتى لو طال الزمن. فقام كلف المخرج والشاعر الراحل مجدي النور. نعم مجدي النور هو اللي كتب المسرحيه دي. دي العلايق بتاعت مصطفى مع 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 الفنون الثانيه علايق اصيله. علاقته بالتشكيل اصيله جدا. قرايته للصناعيه مثلا بورسودان خلته يكون عنده حرفه في مساله النجاره. قلت لك اي زول تيجي تلقاه بالنهار كده شغال بيصلع عود لمعتصم يزيرك او في كمنجه كده معطوبه، يعني كله في الجوده يعني. ف يعني وبعدين غير كده كان بيصلح عربيته براوي على فكره. ايوه بيعمل حياه كده كان بياخد الفكره العامه وبعد ذاك يا مصطفى انت اخر عربية تخريبه يا اخي. انا بقول له كان عنده عربية يعني بتخريبه يقول لي لا لا ما هي ما اصلا مبسوط كده وكده 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 والله بيصلحها. نعم يعني انا بذكر موقف عجيب جدا قبل كده. كنا في الدرجه الثالثه وكنا ساكنين مع صديق لمصطفى، اختلف معه مصطفى خلاف حاد جدا. نحن قاعدين ساكنين في عربيه مصطفى يومين العربية. العربية بس حماقة كده يا مصطفى يا أخي نحن لا أقول ليه بس نحن لحد ما يتحلى مش عربيتنا دي كفاية بالمعجون بتاعنا وصابوننا ومخداتنا قاعدين في عربية. إنسان بسيط جدا. إنسان بسيط، إنسان حقيقي، إنسان بسيط. وبعدين يعني يعني هو زي ما قال لك جبيل جبيل طبوز يعني يعني بس كده يا زول حقيقي يعني بس كده. انا طبعا كتبت نص ممكن احكيهم يعني عديد زول استريت يعني تلفونات تلفونات كان عنده تلفون في الديم. بعدين احنا كنا في قصر الشباب والاطفال وانا شغالين مشاريع التخرج. مشاريع التخرج دي انت بس بتكون تمشي الداخليه تستحمى تنوم تقوم تاني كده. بعدين بيكون احنا لابسين يا تريننج سوت يا جينز يا فبتكون انت حالتك صعبه جدا. فقام ضرب لي في الكوبانيه بتاعت قصر الشباب والاطفال كانت ماسكاه واختنا اسمها ليلى. فليلى دي دائما لما يجي تليفون بتيجي تكورك لك بتقول لك في تليفون وكده. فجيت لقيت مصطفى بيتكلم وياه قال لي تجي حسه. يا اخي اجي حسه كيف انا ما بقدر اجي حسه. طيب بتقدر تجي 200؟ قلت له وكان الساعه زي واحده كده. قلت له بس الا الفتره بتاعت الغداء هي ساعه ونص كده بنتغدى فيها. قال لي خلاص انت اركب تاكس بتاعك بنفس التاكس فلازم تجي حسه. فقلت في شنو يعني مصطفى ده يعني حسه في موضوع يعني. كبير يعني. فقمت ركبت فعلا تاكس ووصلت لحد ما وصلت جيت داخل كده لو تذكر بيت الديمه هنا انت بتخش كده وبعدين تاخد شمالك كده في برنده وبعد ذاك الشمال في شمالك. فانا جيت يعني شعري ده مجعد وعرقان لما الملح بيكون في الهناي كده وسخان يعني ولابس حاجات كده ايام البروفات يعني. فجيت كده اول ما دخلت لقيت بنتين كده قاعدات كده. اول ما خشيت قال لهم ده الاستاذ يحيى فضل الله بيكون درت بشكل العجيب ده كده. فقام طوالي يعني واحده من البنات قالت لي يا اخي ما ده يحيى فضل الله ما بصدق كده. لقيت انا زعلان طبعا كوركته في الهناء يعني انا دخلت في ورطه كده غريبه. يا اخي انا يحيى مالكم كده. طبعا عندهم تصور للشاعر الشاعر لازم يكون رقيق كده ولا شو. ايوه تصور للشاعر كده انا ما عندي الصوره جات داخله مغايره تماما مغايره جدا تكسر المساله دي. هذه واحده من الحاجات. بعد ذاك ثاني قال لي ما محتاج لك اركب التاكسي امشي بس جابك الموضوع بنات دي
عندهم تصور كذا قال لي عنك كذا. انا حبيت اكسره بس نحن وصلنا المصطفى تهشيم صورة الشاعر تهشيم صورة الشاعر هو ايش الصورة دي عند الناس. فده مصطفى بيعمل حاجات كده مرات انت لما تحس بها كده بتعرف انها هي مو بالضرر يخط الغرفة هنا صعبة الحقيقة. ايوه بس زمان يعني مصطفى تعدد مواهبه مصطفى الفنان مصطفى الحقيقي زي ما انت هسه تفضلت وذكرتي. لكن اذا جينا تكلمنا عن الجانب الانسائي النسائي تمام وميوله لاشياء معينه حبه زي ما تفضلين الاستاذ قبيل انه حبه الشديد للوالده. ايوه ايوه طبعا كان يحب والدته تمام جداً. أيوة. ونصحه وارشاده ليك انت كاخت صغرى كنت بالنسبه لي مصطفى سيد احمد. مصطفى سيد احمد كان بيعجبني فيه انه ما بيلخبط الكيمان. شفتي اصله يعني امال دي من عرفها هي اخته الصغيره مشروع التبني بتاعه ماشي كده. كان نصير للمراه بصراحه كان نصير للمراه جدا وكان زول عادل بيعرف في نفسه اوضاع الحاجات عرفتي الاشياء واضحه قدامه ما قاعد يلخبط. انا ما محتاجه اشرح اكثر من كده في التلفزيون. فدي حاجه كانت كنت اعجب بها جدا في مصطفى. في ناس كثير بصراحه في ناس كثير انا ما زالت علاقتي بهم يعني يحيى سعد الدين الطيب ناس كثيرة زمان كانت الحاجات عاملة كده. أنا ما أعرف الدنيا هي ما لحصل فيها شنو لكن أنا دائما بسعد لما نلاقي الناس بتاعين الوقت داك سواء كانوا قبلنا أو بعدنا وبسعد جدا وبكون مرتاحة جدا وأنا معاهم للسبب ده ذاته. نصير المرأة بيجيف معانا بيجيف لينا اشتغلنا معاه كثير جدا جدا لكن ابدا ابدا الحاجات جواه ما قاعده تتغير. يا سلام يعني ما قاعد يقوم يطلع لك من الحاجات ومشي حته ثانيه. يا سلام على رحمه المغفره رحمه الله. طيب استاذ يحيى نحن ما نسمع نص جدا نسمع شنو طيب؟ نسمع يا خطوتك. يا سلام تفضل. لازم نحبك حقيقه ولا تعب زمنك فرح. لازم نحبك حقيقه ولا تعب زمنك فرح. لا دغشوتك صدح لا بعد ليلك صبح. يا خطوتك يا خطوتك يا خطوتك يا خطوة الوجع الجرح للفيها منك ابتدى للبيها منك انتهى. يا خطوتك يا خطوتك يا خطوتك يا خطوة ضاعت بين صراخك والصدى بين المسافات والنوى بينك وبين كل المشاعر فينا غرقت في الغنى. يا خطوتك يا خطوتك يا خطوتك داست على الحرف اللي يبس فوق الشفاه داست على البوح والكلام داست عليك على انتظارك والملام داست عليك على الحروف الجاية منك وماشي ليك لا فتر فيها الغلف لا سكت فيها الحرف. يا خطوتك يا خطوتك بين ابتعادك وانتظاري وبين مشاوير طفلة ضاعت بين عيونك وافتكاري. يا عيونك وافتكاري. يا سلام يا الله يا سلام يا اخي. انا ممكن اسال تسلفيني الاذاعه شوي الكلام كتبتين صدق بجد انا بدي اسال يا حياتي الثمانينات وده كله هاي. أنا داري أسألك سؤال. أيوة. أنت بيكون عندك الفكرة واللي بتقوم تجيك على لحظة بتاعت غير ما تسأل الشعر يا أمان. لا لا بزال بزال يحيى ده بزال أنا براهنك ما حاجة نعم لي الإجابة بس ما حيعرف يجاوبني. يعني أنا ما عارفة إنه اللحظة ديك بيكون هو يعني بعالم تاني وبتتكتب لكن أصلا الفكرة بتجي من ما في ولا أنا مرة سألت هو ما بتجي من ما في طبعا بتجي بيكون في حاجة هي سببتك صح؟ طب بيكون مرات ما بتعرف ذاته شنو أيوه بس ما أنا قاعد أقول الكلام بسأل نفسي أنا ذاتي أسئلة زي دي مثلا دائما قاعد أضرب مثل زي ده بالمناسبة لا تسأل الشاعر ولا تسأل الملحن ولا تسأل الموسيقى يعني من أين تأتي؟ قصة كده عجيبة يعني في حاجات ربنا في حاجات غريبية يعني مثلا أنا بسأل نفسي ذاتي السؤال ده وما بقدر أجاوبه ما أظن في زول أسئلة ليست للإجابة اللي كتبت أنا أسئلة ليست للإجابة مثلا بالفصحى نعم وليه كتبت يا ضلنا بالعاميه ده ما سؤال انا قاعد قدر ما افتش انت نفسك تلقى له اجابه ما دي المشكله مشكله في حاجه ثانيه غريبه يا قد يكون عندك مطلع بدا معاك يعني مثلا القصه رفقه بتغنيها يا سلام القصيده جميله المطلع ده التقطني يا صديقي
ده مطلع معلق معاي من كده. التسعينات بالظبط كده، ما بديته تاني واشتغلت القصيدة دي إلا 2003. نعم. الزمن ده كله المطلع ده مثلا قاعد كده، ما الشعر ما بحب الملاوح. بعدين عادي ممكن تمر عليك فترة بتاعت سنة أو حكاية، يعني نقول فترة نقاهة شعرية. يعني أنت ممكن تخطط. نعم. تكتب قصة صحيح، ما في مشكلة تخطط تكتب مقال، لكن لا تستطيع أن تخطط أن تكتب نص، تكتب قصيدة يعني. صحيح. شعرية. صحيح. بتكون عارف لما تقعد إنه في قصيدة جاية ولا لا، يعني بيجيك شعور كده. والله يا خاي بتحس بأنه في حاجة كده. بعدين أنتم ملاحظين لحاجة إنه شوف جمال حضور مصطفى سيد أحمد والجلسة عنه، اتحولت في الختام لأنه نحن بقينا نتكلم عن النص بحضور ديوان ستنا طبعاً في حضور مصطفى إنه ديوان ستنا دي حياتنا كده. بعد في حاجة في مصطفى أفاني أنا نسيت أقولها. مصطفى الراوية ممتاز. يعني جد لو بيعرف يتونس لو مسك لك حاجة كده بالتفاصيل الدقيقة، وبعدين بعلايق شفيفه جدا بتحس فيها انه الدراما بتنضح كده جوا، يحكي لك قصه كده بيكون فيها مليون تخريمه. بعدين بيمتاز ببوس مهم جدا مصطفى، لو شفته او سمعته حواراته مع الناس تلقي في سكته كده صح، لازم يسكتها. يا سلام. لازم لما تقول الزول ده هو نسى خلاص خلص ما بكون، لكن بيكون هو يعني بيحسب عبارته بشكل دقيق. أيوة. جدا. يمكن دي المدرس اللي فيه مش كده؟ صحيح. يعني ممكن ترجع للمدرس كيفية توصيل المعلومة. بالمناسبة المدرسين دي المهمين جدا في الموضوع بتاع الفنون دي، عد لك ناس كتار جدا كانوا مدرسين عندهم أثر واضح حقيقة. جدا في الخرقة الوجدانية السودانية دي بأشكال مختلفة في أي حتة، كان في التشكيل كان في الغناء، يعني تعد من محمد وردي لمحمد مرغني لمعار كلهم دل كانوا مدرسين يعني حقيقة. يعني دي مهنة بالمناسبة مقدسة جدا وفيها حاجات تتعلم منها أشياء. صحيح. صحيح. أيوة. صحيح. فحقيقة يعني أنا ما أعرف أقول لكم شنو، لكن الزمن مشى بسرعة والكنترول بشير لي إنه نحن وصلنا لختام. لا وما أخذنا فاصل لي أنا داير أسأل وين الفاصل. فاصل. يعني جمال الموضوع وجمال حضوركم وجمال الشخصية اللي إحنا نتكلم عنها، مصطفى الفنان الشاعر الملحن الروائي زي ما تفضلت وذكرت، ودي معلومة إضافية كمان. ومصطفى التشكيلي، مصطفى المناضل زرع علينا بذرة الحرية ونحن حصدناها في هذه الثورة. عندي زول مهمة جدا أقول جملة مهمة جدا. نعم. بيقول زول الله يرحمه عمنا حسين الكليس ده من الناس ودزاكي، فكان بيقول جملة عجيبة جدا أنه الأغنية بتاعت مصطفى المطلع اللي بيقول والرواكيب الصغيرة تبقى أكبر من مدن. قال دي الجملة دي تضاءل المشروع السياسي كله أمامه. يعني إحنا لو لقينا بس الرواكيب الصغيرة دي تبقى شوف الجملة دي قدانا. بحيي الشاعر حافظ عباس. نعم. على هذا تحية كبيرة لأستاذنا. تعبير غوي. طيب نحن في عجالة كده ونحن في ختام هذه الحلقة عايزين يعني كلمة أخيرة في هذه الذكرى 24 لرحيل مصطفى سيد أحمد، نبدأ بك أستاذ سعد. والله يا أخي أنا ما عارف أقول شنو، لكن رحم الله مصطفى سيد أحمد، كان أخ وصديق وناصح وأستاذي، لأنه حقيقة كان مدرس أنا كنت طالب. من مصطفى سيد أحمد ومن بيت العنكبوت زي ما أنت قلت قبيل، وأسهري وجود أسهري محمد علي وجود عباغرة في هذا المنزل. أنا استفدت جدا من الفترة بتاعته، إن يمكن هي رمت فينا أشياء كثيرة جدا بعد ذاك، وأنا أعترف إنه أنا كنت يعني تلميذ، برغم إنه كنت يعني بشاركه مرات الآراء وآرائي بتكون صايبة، وبعدين ما بيحترون يعني هم موضوعيين جدا، لما يكون عندك رأي وصوتهم بيتقبلوه منك. مصطفى إنسان مميز، إنسان عنده هدف، إنسان دغري زي ما قال جبيل طبوس، هو فعلا دي حقيقة. إنسان عديل عنده رأي، واحد زائد واحد يساوي اثنين، ويمكن دي هي الخلته يتمسك بأشياء كثيرة جدا في حياته. أسلوبه اللحني مميز، بيعرف كيف يصور النص، بيعرف كيف يصل لقلوب المستمع بكل سلاسة. نعم. رحمه الله. رحمه الله. والله دي فرصة أنا يعني أحيي من هنا كل الشعراء
العازفين وكل من أضاف إلى أن يكون هنالك مشروع كبير اسمه مصطفى سيد أحمد بدون فرز. والشيء الأمنية المفروض أنا والله يعني نحن دارين نستعيد، مش هو نحن فقدناه، لكن دارين نستعيد المشروع ده بشكل أكثر حرفية. نطلع التفجير الموسيقي ده بس هو بالعود، نحوله لأوركستر من خلال مشاريع كثيرة جدا يعني حيا. لأنه المشروع ده بالمناسبة في أفكار كثيرة جوا حاجات مصطفى سيد أحمد دي مفروض تطلع. وأقول أنه خارج نوايا المراسي يعني أجمل الأغنيات هي تلك التي لم تغنى بعد. نعم أستاذ عمال. أنا مصطفى كان بالنسبة لي مربي ومثل أعلى، وأنا بفتكر أنه أهداني حياة مليئة، حياة جميلة بالحقيقية، بأنك تكون حقيقي، بأنك تستقر على مبدأك، ما تنحني ولا تحيد مهما كان، لأن الصح هو الصح في رأيك في نظرك، إنك تحترم الآخر، إنك تكون إنسان حقيقي، إنه عمره الشيء الما حقيقي ما بيبقى حقيقي. أهداني عالم مليء بالأصدقاء والأحباب اللي هسه أنا بفتخر بهم وبرجع لهم، بحس بالأمان وبحس بالإنسانية وبحس بإنه مصطفى حاضر وموجود بيناتنا. شكرا لك يا يحيى، وشكرا يا قاسم، وشكرا يا سعد، وشكرا يا منو، يا أزهري محمد علي، يا قدال، يا عقد الجلاد اللي جات بعد ذاك. تكوننا إحنا من وين؟ وجداننا نبع من مصطفى سيد أحمد، عقد الجلاد الأولى. يعني مصطفى سيد أحمد أهدى السودان حياة وشجرة بتاعت فن مضيئة وحقيقية ومتواصلة، وبتمنى هم ديل الأجيال ماشيين لسه، وناس أستاذ مجاهد وكلهم واللي بعدهم حيمشوا، وأنا متأكدة إنه الأمر ده حيستمر حتى بعد زوالنا من هذه الدنيا، وحيكون اسم مصطفى لسه عالي مكتوب بأحرف من نور على رحم الله مصطفى سيد أحمد المربي اللي وهبنا حياة كاملة عليه الرحمة والمغفرة. حقيقة في جانب مهم، إذا الكنترول سمح لي بإضافة دقيقة، يعني في جانب مهم إحنا كان مفترض نتكلم عنه، بس أنا تعمدت إنه نحن ما نتكلم عنه، جانب مصطفى الإنسان، لأنه أي شخص بيعرف إنه إنسانية مصطفى كانت بتتجسد وين، وكان هو بيخفي الجانب ده وأعمال الخير لأنه هو عايز يخفيها ويحتفظ بها لنفسه. فشكرا لكل كانوا وراء هذه السهرة، شكرا لك أستاذ سعد الدين، وشكرا لك أستاذ يحيى، شكرا لك أستاذ أمال، شكرا لك، شكرا لك، أنا سعيدة بمرافقتي، الله يخليك، وشكرا لكل السادة المشاهدين، وشكرا لكل السادة المستمعين، وما تنسوا تتابعوا قناة النيل الأزرق عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تويتر، إنستغرام، ويوتيوب. وخالص التحايا، وختاما نخليكم مع مجاهد ونسمع لحن ختام، وحتى نلتقي بمشيئة المولى عز وجل. قعد عافية. زمن فنان غنيناك وبنغني وبنحدد الزمن Yeah.
الحب رضاها كتم نطلع عالي وينبهم سمع عالي وينجرح جراحات الهوى ومرضايا في متاهات النعيم في دروب الغربة لا تبقى جوا كان عيونك فينا الوصف القديم كان عيونك فينا الوصف القديم معنا في الحب انطوى وضع معاك زمن الوسام يخطف الفرح العلام ضع معاك زمن الوسام يخطف الفرح العلام لسه يا حزن المدام من سنين دربك سلام لسه يا حزن المدام من سنين دربك سلام زمن